الأخبار على الحياة فام. أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. فاقت نسبة المشاركة العامة في الإضراب العام بالمؤسسات والمنشآت العمومية بولاية القيروان 70% مع تسجيل تفاوت في نسب نجاحه حسب القطاعات، وذلك وفق ما أفاد به الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل سيد سبوعي. سيتم تنظيم لقاءات مهنية متعددة القطاعات بين رجال أعمال تونسيين ووفد من رجال أعمال عراقيين يوم 22 من جوان الجاري بتونس ببادرة من مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع سفارة تونس ببغداد. ويمكن المؤسسة الناشطة في مجالات الأشغال العامة ومواد البناء والخدمات الصحية والخدمات الهندسية والهندسة المعمارية والتسويق والتعليم العالي والتكوين المهني المشاركة في هذه اللقاءات. أعربت منظمات نقابية من عدة بلدان اليوم الخميس في بيان مشترك عن دعمها ومساندتها للاتحاد العام التونسي للشغل في إضرابه العام الذي يشنه اليوم ب 159 مؤسسة ومنشأة عمومية. دوليا بحث وزير الخارجية المغربي اليوم الخميس مع نظيره السعودي سبل تعزيز التعاون بين البلدين، جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الرباط على هامش انعقاد الدورة 13 للجنة المغربية السعودية. أعلنت الأمم المتحدة أن عدد المجبرين على النزوح والفرار من منازلهم في العالم بلغ أعلى مستوياته مدفوعا بالحرب الروسية الأوكرانية ليتجاوز عتبة 100 مليون شخص. نهاية الموجز، قدمته لكم أحلام عامري. متابعة طيبة لبقية برمجتنا الإذاعية في أمان الله. موجز الأخبار على الحياة فاهمة.